طيب خلينا نكمل اخبارنا ونروح للكوره بقى بعد ما رحنا للهاند بول شويه، ومشاركه طبعا كبيره لنادي الزمالك في كاس العالم للانديه. فريق فيوتشر بيعيد عقود محمود عبد العزيز الى الزمالك حال تأييد قرار وقف القيد. انتوا عارفين ان كان مفروض محمود عبد العزيز الهاف ديفندر بتاع نادي الزمالك كان هينتقل لنادي فيوتشر، ولكن لما القيد اتوقف في نادي الزمالك فبدا الزمالك يقول لهم لا معلش بقى ايه، مش هقدر اعمل الصفقه اللي انا محتاج كل اللعيبه المقيده عشان القيد موقوفه، مش هعرف ادخل اللعيبه الجديده، فبحافظ على اللعيبه اللي كانت عندي. فموضوع طبعا انتوا عارفين ان القيد هيقفل بكره، اخر ميعاد للقيد بكره، فالزمالك بيجمد صفقه بيع محمود عبد العزيز الى نادي فيوتشر، ونادي فيوتشر رجع العقود بتاعت محمود عبد العزيز لنادي الزمالك.